دكتور موظفا. كيف تنظر لعبد الجبار الرفاعي من 1985 إلى 2019، مرور أكثر من 35 عام، كيف ينظر الآن دكتور الرفاعي لعبد الجبار الرفاعي طيلة هذه السنوات؟ الحياة كما قلت فيما سبق، حياتي أنا باطنيا وداخليا في حالة سير وسلوك مستمرة، وحياتي محطات، وكل محطة مو بالضرورة تنسخ المحطة الأخرى، وإنما ممكن تكرسها وتهذبها وتشذبها. يعني عندي ثوابت أساسية، من الثوابت الأساسية في حياتي الأخلاق. تمام. ضمير الأخلاقي حاضر عندي من المحطة الأولى إلى هذه المحطة التي بلغتها. أنا لا ألعن مرحلة من هذه المراحل ولا أتبرأ منها، وإنما هو أنا هذا الإنسان في صيرورته واستمراريته الأبدية. ولا أعرف بعد 2020 أو سنوات السنوات, السنوات القادمة ماذا سأكون في الواقع، لكن أنا متأكد مشاريعك القادمة دكتور. لن أفقد إيماني ولن أفقد حياتي الأخلاقية. مشاريعك القادمة؟ مشاريعي حقيقة أنا ليس كاتبا تحت الطلب. لا يعني بالنتيجة لديك مشروع يعني أنت. أي هو يعني أنا أكتب عادة عند خصوصا عندما يطلب مني في مؤتمر أو في يعني ورقات نقدية، أوراق مثلا. تمام. أقدمها، فأنا أفكر عادة في سياق هذه الاحتياجات اللي أجدها واللي أجدها ضرورية، فمستمر في الكتابة ومستمر أيضا في الإصدارات. ونحن مستمرون بقراءة عبد الجبار الرفاعي، سعداء بوجودك. محاور عديدة حاولنا أن نضغطها في هذه العجالة نورت أوراق دكتور. شكرا لحضورك. الله ينور قلبك وينور حياتك وينور دربك، وأشكرك لأن زجيتني بهالتجربة اللي أنا أتهرب منها. طال عمرك. الله يحفظك. شكرا لك.